بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من يستفتونك. النهاردة الجمعة، وطبعا من سنن يوم الجمعة ومن الأمور المستحبة في هذا اليوم أن احنا نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي بركة ورحمة ودعاء لأنفسنا طبعا أيضا. فإن شاء الله نصلي جميعا بإذن الله على النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هذه الحلقة إن شاء الله نبدأ فيها مباشرة في إجابة الأسئلة بعد الترحيب بفضيلة الدكتور، حتى إن شاء الله نترك أكبر وقت ممكن لأسئلة حضراتكم بإذن الله. نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور جعفر الطلحاوي، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أهلا بحضرتك الدكتور. أهلا ومرحبا بأخي الحبيب النجيب الأستاذ طارق والأعزة الكرام فريق البرنامج وإدارة القناة والمشاهدون الكرام لهذه القناة المباركة، والمسلمون جميعا في علم الله، في ملك الله، في دوام الله، الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية. أحييكم جميعا بحيث الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. آمين يا رب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتورنا طبعا يعني مقدمة حضرتك دكتور، كان أخ سأل قبل كده سؤال، هل هذه المقدمة يعني وردت عن النبي ولا هي يستحب الدعاء بيها أو شيء يعني؟ اللي هي إيه؟ المقدمة اللي حضرتك تبدأ بيها في الحلقة كل مرة. يعني سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبدأ حديثنا بالحمد لله. أي نعم. والحديث الصحيح كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر، أي ناقص البركة. أي نعم. هذه واحدة. وافتتح الله تعالى كتابه بالحمد لله رب العالمين. قال تعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إلى آخر هذه السورة المباركة. فافتتح الله كتابه بالحمد، وأهل الملائكة أهل الجنة يختتمون حديثهم بالحمد لله رب العالمين، كما قال تعالى: وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، كما في سورة يونس: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم النار في جنات النعيم، دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين. والأمر الآخر السلام، التحية. أين؟ يعني علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني أن نحيي بعضنا بعضا بتحية الإسلام، فنقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعدين علمنا النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد أن نسلم على كل عباد الله الصالحين، كما يقرأ كل مسلم في تشهده في الفريضة أو النافلة فيقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فأنا في ذلك أستن بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني والمشاهدين الأحبة والمسلمين جميعا في علم الله، في ملك الله، في دوم الله، ممن يستنون بسنته ويتبعونه صلوات الله وسلامه عليه. فتلك العلامة الوحيدة، العلامة الوحيدة التي جعلها الله تعالى دليلا على حب عز وجل، كما قال تعالى في ثانية السبع الطوال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فاتبع في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم واقتدي به. ويعني أرسل الله تعالى رسوله إلينا نتعلم ولكي نقتدي به. والنص الكريم في الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وبعدين حضرتك بترحب بي، بتقول لي نرحب بفلان، طيب أنا كيف أرد الترحيب؟ أرحب بك وأرحب بفريق البرنامج وأرحب بإدارة القناة والمشاهدين الكرام لهذه القناة المباركة والمسلمين جميعا، فيحيي بعضنا بعضا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم، جزاك الله خيرا دكتور. طبعا يعني لازم نسمع هذه المقدمة دكتور من حضرتك. اتفضل. الحمد لله كل زفير وكل شهيق في علم الله، في ملك الله، في دوم الله، بجميع محامده في علمه، على جميع نعمه في علمه، على جميع خلقه في علمه، حمدا لا يبلى جديده ولا تبلغ حدوده ولا يحصى عديده ولا يفنى مديده ولا يفرغ مزيده ولا ينتهي أمده، في مثله في مثله، وهكذا دوليك سرمدا في سرمة بدوامك. ومع كل حمدلة مني أو من أحد من خلقك في علمك في ملكك في دوامك، فإنا نؤمن على حمدهم. والتأمين دعاء، كما أكرر ذلك في افتتاحية هذا البرنامج المبارك وسائر أنشطتي الدعوية الإعلامية. والتأمين دعاء كما علمنا ربنا في سورة يونس:
حيث دعا نبي الله موسى عليه السلام على فرعون مصر في عهده فقال: ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما. الداعي موسى فقط، وقال موسى. فلماذا قال تعالى قد أجيبت دعوتكما؟ لأن أخاه هارون همنا أمن على دعوتي، فلذلك التأمين الدعاء كما أستشهد وأستدل بهذه الآية الكريمة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني والمشاهدين الأحبة يعني أفضل عبادي يوم القيامة، كما في الصحيح: أفضل عباد الله يوم القيامة الحمادون، صيغة بالغة على وزن فعال أي كثير الحمد، يحمد في السراء وفي الضراء، يحمد في الصباح وفي المساء، كما قال تعالى: وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون في سورة الروم. وشهادة الله تعالى بالوحدانية في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولصفوة الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد بالنبوة والرسالة. اللهم ألزمنا إياها واجعلنا أحق بها وأهلها منة منك وكرمة، حققنا بحقائقها ودقائقها ورقائقها ووثائقها يعني، واختم اللهم لنا بها. اللهم إنا نسألك من هذه الشهادة ما شهدت به لنفسك، وشهدت به لك ملائكتك، وشهد لك به أولو العلم من خلقك، كما أخبرتنا في ثانية السبع طوال فقلت: وقولك الحق، شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العز الحكيم. كما نسألك من العلم بلا إله إلا الله ما أمرت به حبيبك وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم فقلت في القتال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. واجعل آخر كلامي من الدنيا، اللهم اجعل آخر كلامي من الدنيا وكل من يؤمن على هذه الدعوة أثناء البث المباشر الآن أو يسمع الحلقة مسجلة، اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، استبشارا وتفاؤلا بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. اللهم أمين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على صفوة الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه كل زفير وكل شهيق في علمك في ملكك في دوامك الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، عدد وملء وزنة خلقك، عدد وملء وزنة كل شيء، عدد وملء وزنة كل ما أحصى كتابك وجرى به قلمك وأحاط به علمك وسعت رحمتك وعلمك وعرشك وكرسيك وما أنشئت من شيء من بعد، عدد ملء وزنة أرضك وسمائك وما بينهما وما فيهما وما فيما بينهما في الدنيا والآخرة وما أنشئت من شيء من بعد. وكلما صليت أو سلمت أو صلى أو سلم عليه أحد من خلقك في علمك في ملكك في دوامك فإنا نؤمن على صلاتهم، والتأمين دعاء في جميع صلواتك في جميع الصلوات والتسليمات التي يصلى بها عليه في علمك في ملكك في دوامك في عدد صلواتك وسلامك ومثل صلاتك وسلامك عليه، يا من تصلي وتصلي 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 وتسلم عليه كما أخبرتنا في كتابك الكريم في سورة الأحزاب: إن الله ملائكته يصلون 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 يصلون، لم يقل صلوا إنما قال يصلون، حتى نكون بمنك وطولك وفضلك أكثر خلقك صلاة وسلاما عليه وأقرب خلقك منه مجلسا يوم القيامة وأولى الناس به. اللهم أمين. اللهم آمين يا رب. جزاك الله خيرا دكتور. إن شاء الله ندخل في الأسئلة سواء المكتوبة أو الاتصالات الهاتفية من سادة المشاهدين. في أخ بيقول إن هو كان بيعمل، الأخ اسمه أبو يوسف بيقول إن هو كان بيعمل في شاف في دولة خليجية في إحدى الشركات وله مستحقات عند هذه الشركة والشركة تماطل في دفع المستحقات. الأخ السائل بيقول إن في أحد الأشخاص قال له أنا هعطيك جزء من هذه المستحقات اللي ليك الآن، ولما الشركة يعني تعطي كامل المستحقات أخذها أنا ليا، فهل هذه المعاملة تجوز؟ لا بس ما في بس يعني لا حرج فيه، يعني واحد له مستحقات مكافئة من هذه الخدمة في جهة عمل معينة خاصة ولا عامة حكومية ولا قطاع خاص. أحد الأحبة أحد الإخوان أحد الأصدقاء أحد المعارف له يعني لمس ظروفه وقدر يعني أعذاره وكان به بصيرة، هل له أعطيك مبلغ من المال يعني إيه بحيث أنك أنت تصرف به أحوالك وتدبر أمورك، ولما ربنا يسر الأمر تصرف لك مكافئة نهاية الخدمة يعني إيه تردها إلي. لا هو دكتور هو مش القصد أن هو يردها إليه، هو القصد أن هو الأخ هيديله مبلغ دلوقتي
ولما المبلغ الكامل ياخد يجي الاخ اللي هو اداله المبلغ ده ياخد كامل المبلغ. لا لا، دلوقتي الكلام اختلف الان عن الاول. يعني دلوقتي هو يدي له مبلغ من المال، اه هل المبلغ يعني كانه دكتور كانه بيشتري منه يعني ايه هذه المخاطره، فبيدي له مثلا لا. دلوقتي نص المبلغ على ان هو لما الشركه تسد ياخد كل المبلغ لنفسه. لا لا يجوز هذا، يعتبر ربا على طول. يعني هو دلوقتي يعطي المبلغ ده كقرض او كسلف، والاصل ان الـ 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 الاصل ان اللي ياخد يعني اللي يعطي قرض ياخذ يسترده تماما بتمام، لقوله تعالى فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يعني اعطاه مثلا 10، لو فرضنا مثلا ان مكافاه الخدمه 10000، يعطي له 10000 لما ربنا يسر الامر ويسر من هذا مكافاه الخدمه يدون 10000 فقط. يعني ما أعطاه يأخذه فقط. أينا. والنص واضح، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. نعم. أينا. جزاك الله خيرا دكتور. معنا الأخ عبد الله من مصر. أستاذ عبد الله تفضل. أستاذ طارق إزاي؟ أهلا بيك. الحمد لله. سلامي للدكتور وأعرفوا أني أحبه في الله. الله يسلمك، حبك الله. أنا عندي مبلغ من المال بلغ النصاب، تمام، وبطلع الزكاة كل رمضان، تمام. فدلوقتي بقى على رمضان تقريبا شهر أو 40 يوم. طب أنا دلوقتي في قدامي حاجة هشتريها بالمبلغ كله، هل كده يستوجب زكاة ولا معليش زكاة؟ طيب الحاجة اللي هتشتريها دي يعني حاجة هتستهلكها ولا حاجة إنتاجية ولا طبيعة ال... لا لا لا، قدامي شقة ظهرت، هشتري شقة. هشتري شقة بالمبلغ كله، يعني مثلا أنا معايا مبلغ مثلا بلغ النصاب. هتشتريها للسكن يا عبد الله؟ هتشتريها للسكن ولا هتشتريها للتجارة؟ هشتريها للسكن أو هشتريها أحافظ عليها. لا، ممكن مش هتاجر فيها، يعني أنا هشتريها أحافظ بها على قيمة الفلوس عشان الفلوس ما ت... تمام. طيب يعني أنا مش هشتريها، مش هتاجر فيها، مش هبيعها. تمام. طيب خلاص، ممكن خليك يا عبد الله معانا، ممكن أجرها، ممكن يعني. تمام، خليك معانا عشان الشيخ لو احتاج منك أي استفسار. يعني دكتور الأخ عبد الله بيقول إن هو في مبلغ من المال هو بيطلع زكاته كل رمضان من كل عام، الآن طبعا بسبب انخفاض قيمة العملة والكلام ده هيشتري بيه شقة عشان يحافظ على الأموال، فسؤاله بقى ماذا يفعل في الزكاة؟ هي الهدف من شراء الشقة هو الحفاظ على المال. هو طبعا احنا عندنا شروط وجوب الزكاة، شروط وجوب الزكاة، رقم واحد الملكية التامة، اثنين بلوغ النصاب، ثلاثة مرور الحول الهجري. فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة الرئيسة، ملكية تامة، بلوغ النصاب، مرور الحول الهجري، وجبت فيه الزكاة قولا واحدا بلا خلاف. لكن السؤال الثاني، هل إذا لم يمر العام عندي مال لم يمر عليه عام كامل وبالغ النصاب بقي عن العام شهر أو شهرين، هل يجب إخراج الزكاة فيه؟ الجواب لا يجب. لكن السؤال هل يجوز؟ نعم يجوز إخراج الزكاة قبل مرور الحول. ما الدليل على جواز إخراج الزكاة قبل مرور الحول؟ دليل الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ زكاة أموال عمه العباس مقدم سنتين، مش مقدم شهر الاثنين، لا مقدم سنتين. ده النقطة الثانية. النقطة الثالثة، إذا كان هو يعني لسه ما مرش الحول الهجري الثاني وموعد زكاة الدوري رمضان، وهو وضع هذا المال في 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 مشروع من المشروعات حفاظا على القوة الشرائية والقيمة الثمنية للمال، القيمة الثمنية للمال، واشترى مثلا شقة أو اشترى مثلا أرض أو اشترى مثلا أي شيء من الأشياء، المهم هو برضه اشترى، أيضا اشترى هذا الشيء للحفاظ على هذا المال اللي مر عليه الحول، لما يأتي رمضان يجب إخراج الزكاة. مدام هو اشترى هذا المال للحفاظ عليه والاستثمار للمال، يبقى لما يجي رمضان يقرع عليه الزكاة قولا واحدا إن شاء الله سبحانه وتعالى، ولا يلزمه شيء خلال العام حتى رمضان القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله، جزاك الله خيرا دكتور. أختي سائلة بتقول الآية رقم 237 من سورة البقرة، من هو المقصود بالآية الكريمة أو الجزء من الآية الذي بيده عقدة النكاح؟ الذي بيده عقدة النكاح هو ولي الزوجة. هو ولي الزوجة، النص الكريم يقول لعله وإن ربما تكون هذه الآية وإن طلقتمن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة نصف ما فرضتم أن يعفون، أو يعفو الذي بيده عقد النكاح. أي نعم. يعني قد يكون مقصود بها ولي الزوج، ولي المرأة، وقد يكون بها المقصود بها الزوج نفسه كذلك، لأنه برضه لأنه عقد الزواج يتم بركنين أساسيين هامين أصلين،
عقد الزواج يتم بين ركنين أساسيين رئيسين، الركن الأول الإيجاب، الركن الثاني القبول. يعني إنسان تقدم لطلب فتاة، يد فتاة من 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 أسرتها، من أوليائها، والأب هو المقدم في الولاية. طيب الوقت لما وقع طلاق قبل الدخول وقبل المس كما قال تعالى وإن طلقتمنا من قبل أن تمسوهن، طيب هم لما اتفقوا مع بعض وأجروا الاتفاقات فرض عن نفسه مبلغ من المال وتراضى به مع ولي الزوجة، وليكن مثلا 50,000 على سبيل المثال، 50,000. طيب وبعدين وقع طلاق، لم يستمر هذا الاتفاق ولم يدم إلى نهايته ولم يتوج بالزفاف ولم يتوج بالبناء والعرس. طيب فارقها قبل الدخول بها، نص واضح، وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. مش شرط يكون دفع شيء، إنما هو فرض يكون مبلغ مقدم ومبلغ مؤخر أو معجل ومؤجل وهكذا. المهم إجمال اللي فرضه، لو أنه تم الطلاق قبل الدخول، قبل المس، قبل الخلوة، قبل الدخول وقبل الخلوة، طيب يبقى في الحالة دي له الحق في النصف، ما دام لم يدخل ولم يخلو بها خلوة شرعية، له الحق في النصف، والنصف الثاني لكل الزوجة دي، إلا إذا هو عفى عن نصفه وترك لها المهر كله، أو الزوجة نفسها وليها عفوا عنه وردوا له ماله. لأن المرأة الصالحة، المرأة العاقلة، إذا رأت أن الرجل يتقدم إليها فوت عليها الانتفاع بنفسه، فوت عليها، مع أخي طارق، مع دكتور، نعم، فوت عليها الانتفاع بنفسه، يبقى لا عايزة منه ولا عايزاه ولا عايزة منه حاجة. هذا المعنى الذي بيدعو عقد النكاح، ولي الزوجة أو الزوج نفسه، لأنهما هما اللذان يتم بينهما الإجاب والقبول. يا إما الزوج يعفو ويترك المهر كله، يتنازع عن النصف بتاعه، أو ولي الزوجة يتنازع عن النصف بتاعه، وكذا على حسب التراضي فيما بينهم. وربنا سبحانه وتعالى أرشد إلى الأنفع والأقرب، قالوا أن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم، إلى آخر هذا النص الكريم من سورة البقرة. نعم. طب هو دكتور حضرتك في الإجابة قلت إن لو تم الطلاق قبل الدخول له نصف الزوجة، نصف اسمح لي، قبل الدخول وقبل الخلوة الشرعية. وقبل الخلوة الشرعية. نعم. هناك أخ سائل دكتور بيقول إن أنا كنت خاطب وسبت خطيبتي وكنت جايب ذهب، وأهلها مش راضيين إن هم يبعتوا الذهب مرة تانية، رغم إن أنا يعني بعت الأصحاب والأهل وسطتهم، لكن هم ما رضوش يبعتوا الذهب. فبيسأل بيقول هل أعمل فيهم محضر، حسب سؤال الأخ يعني. طبعا هو الوضع الآن مختلف، يعني عقد الزواج غير الخطوبة، لأن الخطوبة ليست عقدا. الخطوبة يعني بعض الناس يروح يتقدم لطلب يد فتاة من أهلها، وقد يحدث أحيانا كما في عادة بعض الشعوب كالشعب المصري مثلا، يقول لك قرأوا الفتحة، قرأوا الفتحة، فلانة دي قرأ فتحتها. قراءة الفتحة في حد ذاتها ليست يعني إيه، لا تحل محل العقد اللي بيكون يعني مطلوب فيه القبول والإيجاب وولي الزوجة، وبعدين الشهود للحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكحها باطل. يبقى لابد من الولي وشاهدي العدل والزوجين الاثنين الذين تنتفي عنهم موانع الزواج، دي أركان عقد الزواج. لكن قراءة الفتحة في حد ذاتها لا تعتبر عقدا. أما الخطوبة، لا، الإسلام ينظر الخطوبة على أنها مجرد وعد بالزواج، وعد يهم يفي أو لا يفي، يفي أو لا يفي. ولذلك الخطوبة لا تحل للخاطب ما لا يحل للأجنبي أبدا، لأنه ما زال أجنبيا عنها، مثل أي رجل أجنبي آخر. لا يحل لها أن تخلو به، لا يحل له أن يسافر بها، لا يحل له أن يخرج بها، لأنه ما زال أجنبيا عنها. فبالتالي لابد من أن نفهم هذه الأمور فهما دقيقا ونستوعبها استيعابا جيدا. طيب هو الوقت تركها بعد ما خطبها، تركها، ولذلك قلناه مرة أخرى، أرجو التنبه لذلك جيدا أحبائي، الخطوبة ينظر الإسلام إليها على أنها مجرد وعد بالزواج، إما أن يفي بهذا الوعد ويتمم الإجراءات ويعقد ويتم إلى النهاية، أو لا يفي بالوعد ده. وذلك سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه كان في مكة، وبعد ما يعني في أثناء سفرته لمكة، بعد ما فرغ من أداء المهمة التي سافر من أجلها لمكة، لقيه بعض أصحابه وطلب منه يد ابنة من بناته، فوعده إنه إذا رجع المدينة سيوفي له. رجع سيدنا عبد الله بن عمر من مكة إلى المدينة، وقد أدركته المنية قبل ما يأتي هذا الشاب اللي طلب منه يد إحدى بناته في مكة. فلما حضرته المنية قال لأولاده الذكور،
يا بني إذا جاءكم فلان فزوجوه أختكم فلانة، لو قالكم فلان زوجوا أختكم فلانة. فسألوا أولاده لماذا فلان؟ قال لأني أخشى أن ألقى الله تعالى وفي قلبي ثلث النفاق، أخشى أن ألقى الله تعالى وفي قلبي ثلث النفاق. هو ده عشان ده عشان قال إن شاء الله دكتور ولا إيه؟ أيوة، أنه وعد، عشان قال إن شاء الله، يعني لأنه وعد أنه إذا أتى. ولذلك الحديث عندنا آية المنافق ثلاث، إذا وعد أخلف، وإذا أتمنى خان، وإذا حدث كذب، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب دكتور معلش، عشان الموضوع ده احنا كتير بنقع فيه، يعني هل الواحد لو قال مثلا لأولاده مثلا على حاجة إن شاء الله كده يبقى كأنه وعدهم؟ وعد. أيوة. ربنا يستر. مش النص قال تعالى في سورة الكهف ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، يعني هو قال له خلاص. وبعدين علق الأمر على المشيئة، لأن كل شيء بمشيئة الله، كما في الحديث الصحيح ما شاء الله كان وما ما شاء لم يكن. والحديث الصحيح أيضا، الحديث الصحيح يقول في النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. جدهن جد يعني تكلم بجد بجد، تكلم بمزاح لا، المزاح لا يعتبر جدا. النكاح والطلاق والرجعة، النكاح والطلاق والرجعة، ورواية النكاح والطلاق والعتق. والعتق يعني لو في عبد مملوك، وبعدين جرى حوار بينه وبين سيده، فقال له يعني في حوار جاري بينما قال له اذهب أنت حر، وهو يمزح يعتبر حرا، صار حرا. فانتبه، بعض الأسر مثلا يزوروا بعضهم البعض، مثلا يكون عندهم مناسبة، مثلا ايه مناسبة عقيقة لولادة أنثى مثلا، يقولوا إن شاء الله دي بكرة تكون عروسة واحجزها لابني. ها أنا بقول لك أهو بحجزها من دلوقتي، إذا قال له إن شاء الله يبقى مع هذا وعد بالزواج. بس دكتور يعني بيكون الهدف الهزار يعني. أما أنا بقول له أهو الحديث أهو، المسائل الشرعية كما قال تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا. سيدنا عبد الله بن عباس نعم للدرجات دي بتوصل أيوة. ولا لأن ده شرع، ده شرع، دي عقود ومواثيق. ولذلك قلنا الحديث مرة أخرى أهو، وكرر عدة مرات أهو ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. الهزل جد فيه ليه؟ عشان ترعوي. قال تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا. سيدنا عبد الله بن عباس جاءه رجل فقال يا ابن عباس إنه طلق امرأته 100 مرة 100 مرة. فقال سيدنا عبد الله بن عباس طلقت منك 3 واتخذت آيات الله 97 مرة هزوا. بقول له طلق مراته 100 مرة 100 مرة. سيدنا عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، وما بالك بابن عباس الذي دعا له رسول الله فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، حبر الأمة وبحر الأمة. وقلنا قبل ذلك أن كلمة بحر وحبر الباء والحاء، إذا تقدمت الباء على الحاء أو تقدمت الحاء على الباء يدل على السعة. إن وجدناه بحرا، والبحر يسمى بحر لسعته. فلذلك سيدنا ابن عباس قال له إيه؟ قال له طلقت منك 3 واتخذت آيات الله هزا 97 مرة. ربنا يستر يا دكتور، موضوع الطلاق ده أسئلة كتير بتيجي حواليه، وربنا يستر إن شاء الله. دكتور احنا معنا أخت، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أخي ترحبي ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. احذر، شرع الله لا يتخذ به هزوا أبدا، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم إن شاء الله. معنا الأخت وجدان من السعودية، تفضلي. بس انا الان ما كملتش جواب السؤال الخاطب دلوقتي، يعني الراجل عايز الذهب بتاعه. اتفضل دكتور. ايوه، فالرجل الوقت اللي هو خطب وبعدين فسخ الخطوبه من الوقت، هو لما تقدم لخطبه هذه الفتاه وقدم اليها الذهب ده، قدمه على انه جزء من المهر من الاتفاقات، مقابل ان ينتفع ببضعها ومقابل ان يمكنه منها. فاذا تم فسخ الخطوبه ولم يفي ولم يتمم الموضوع، يبقى حقه أن يسترد ذهبه. السؤال كما حضرتك ذكرته بتقول إيه؟ هل يروح يقدم فيهم محضر؟ هو يجلس إلى يلجأ إلى أهل الفضل والصلاح والتقوى من أهل قريته اللي هم يعرفوا العائلتين، ويتذهب هذه المجموعة من أهل الفضل والصلاح والتقوى إلى أسرة الفتاة، يقولهم والله الوقت الرجل ده ترك ابنتكم
ولم يعد له رغبة في الاستمرار، ولم يعد له رغبة في أن يتمم الموضوع، فردوا إليه ذهبه بالمعروف، وكما دخلوا بالمعروف يخرج بالمعروف إن شاء الله سبحانه وتعالى. لا محضر ولا شيء، إنما يرجع إلى أهل الفضل والصلاح والتقوى من أهل القرية أو أهل المنطقة السكنية إن شاء الله. إن شاء الله. معنا الأستاذة وجدان من السعودية، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. فضيلة الشيخ، والدتي تقوم بإنقاذ الحيوانات، أنقذت قطة مشلولة منذ 3 سنوات. القطة يعني تحتاج عناية جدا فائقة. مؤخرا احتجنا للسفر لمدة ساعات طويلة طريق بر، وما في مكان يعني تستطيع تغيير لها يعني عندما تقضي حاجتها والتنظيف لها بشكل جيد، فقامت بمنع الطعام لها طيب لمدة كي يعني ما تحتاج انها يعني تغير لها في الطريق بسبب برودة الجو. طيب ف يعني تعبت القطة، وحين وصولنا عاشت 2 يوم وماتت. فالآن تريد أن تعرف هل عليها شيء، وهل تسببت يعني بوفاة هذه القطة، وهل عليها مثلا دية أو شيء هكذا. تمام، خلاص تسمع الإجابة إن شاء الله. دكتور الأستاذة وجدان من السعودية بتقول والدتها أنقذت إحدى القطط وكانت بترعاها يعني، ثم سافروا في سفر بري طويل، فأخذت القطة معها ومنعت عنها الطعام عدة ساعات حتى بسبب ظروف السفر في السيارة وما إلى ذلك. بعد وصولهم القطة تعبت يعني، بعد 2 توفت أو ماتت هذه القطة. فسؤال الأخت، هل على والدتها شيء؟ هل على والدتها مثلا دية أو شيء معين؟ وهل عليها ذنب؟ وطبعا يعني الـ 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 بالنسبة للقطط، الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنهن من الطوافين عليكم والطوافات، إنهن من الطوافين عليكم والطوافات. وده لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام قطة يعني تشرب من ماء وعدة للوضوء وعدة للطهارة منهم، فالرسول اعتبر انه ان القطة ليست نجسة، وقال هذا الحديث انها من الطوافين عليكم والطوافات. والإحسان الى هذه الحيوانات يعني عفوا من الرحمة التي وضعها الله تعالى في قلوب العباد وفي قلوب الخلق. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يعني بين لنا ان احد السلف الله سبحانه وتعالى يعني شكر الله له وغفر له لما سقى كلبا. الحديث صحيح، لما سقى رجل الكلب الله تعالى شكر له وغفر له. لما اشتد به العطش وإذا به يجد بئرا فنزل فشرب من هذا البئر، ثم لما صعد من البئر وجد كلبا يلهث من شدة العطش، فقال لقد بلغ بهذا الكلب من العطش ما بلغ به، ثم نزل فملأ خفه من البئر وصعد فسقى الكلب. الحديث صحيح، فشكر الله له وغفر له. والحديث الآخر يقول في النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث صحيح، دخلت امرأة النار في هرة حبستها، في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وخشاش الأرض بهذا الضبط بالشكل وبالخاء، خشاش الأرض يعني الحشرات في الأرض. فكون أن أمها تلتقطها وتحسن إليها وتبرها وتطعمها وتهتم بها، وبعد لما تسافر تاخدها معها، وبعدين تمنع عنها الطعام والشراب وتمنع عنها العنايه بحيث انها تتضرر، وطبعا في ذلك قسوه وفي ذلك يعني ايه يعني شده على هذا الحيوان، على هذا الحيوان الاليف. وبالتالي ارجو الله سبحانه وتعالى انه يعفو عنها ولا يؤخذها بهذه الفتره، لكن طبعا منع الطعام والشراب عنها في ايذاء وفي قسوه لها، ويرجى ويلتمس عفو الله عز وجل. نعم ان شاء الله. وعليها ان تستغفر وتتوب الله سبحانه وتعالى كثيرا، وتتصدق بصدقات على الله سبحانه وتعالى يعفو عنها ويكفر عنها هذه السيئة إن شاء الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله. دكتور معنا الأخت أمة الله من مصر. أمة الله تفضلي. شيخ أهلا وسهلا، تفضلي بالسؤال. أهلا بحيك، أنا عندي سؤالين. السؤال الأولاني، إحنا دلوقتي مقطعين بعض الشركات الأجنبية بعض المنتجات والحاجات دي، خوفا مننا ان يكون فيه اي نسبة منها بتروح مثلا ضد اهلنا في غزة. فدلوقتي هل هم طالبين مثلا ناس، هل هيبقى فيه وزر لو انا قدمت؟ انا اصلا مقطعة، بس في ناس بيقول لي لا شوفي الاحسن ليكي، واكيد شركاتهم الصراحة شركة عالمية يعني بروكتن مثلا، هتبقى الدنيا هتبقى كويسة كتير. بس أنا كفكرة التأمين نفسها أنا خايفة منها شرعا، لأن أنا أصلا مقطع منتجاتهم. تمام. فخايفة يكون ده نفاق، يعني أنا أقطع المنتجات بس أقدم، ده حاجة. طب هل أنت وفي نفس الوقت إحنا هل أنت وجدت شغل غيره يعني، ولا هو ده الشغل الوحيد المتاح لحضرتك؟ أنا لا، هو في شغل غيره بس أكيد أقل كتير،
الحاجات كتيرة قوي يعني فيه مش أحسن زي. تمام. طيب أنا أصلا مجالي مجال الأدوية وللعلم كل المواد الخام للأدوية كلها مستوردة، مفيش مادة خام موجودة في الدول العربية كلها، إحنا كلها يا إما نستوردها من الهند يا إما نستوردها من أمريكا، إحنا ما عندناش أي حاجة للأدوية. بس ده إحنا بنقول وقتها إن ده المادة الخام ومفيش حل تاني، يعني مش هنعرف نقاطع كل الشركات المصرية عشان المادة الخام بيستوردوها، ما هو مفيش حل تاني. صحيح. خلاص لكن طيب هل عندك تانية دي أنا خايفة منها الصراحة. طيب خليكي يا أختي ما تطلع معنا عشان أنا عندي سؤال تاني. هي طب خليك معنا هناخد سؤالك التاني بعد ما الشيخ يجاوب السؤال ده. دكتور انا مع حضرتك. تمام. دكتور الاخت امة الله بتسأل حضرتك انها يعني هي مقطع الشركات اللي هي بتدعم الاحتلال، ولكن جاي لها وظيفه في شركه من هذه الشركات او من الشركات اللي يعني عليها لغط، هتكون فيها يعني وضعها في الوظيفه افضل كتير من وضعها الحالي، مع العلم ان في المجال اللي هي شغاله فيه اللي هو مجال الادويه تقريبا كل الادويه بيتم استيرادها من الخارج من دول يعني من هذه الدول اللي بتدعم الاحتلال، فما العمل او بماذا تفتي يعني؟ والله نصيحتي لابنتي امة الله ان تستمر على المقاطعه، والعبره ليست بالكثره، العبره بالبركه. يعني ممكن يكون في جهه عامه من المال اللي بتعمل فيها الراتب فيها قليل او المعاش فيها قليل، ولكن العمل الآخر يكون في شركة أخرى اللي هي يعني واجب مقاطعتها ولكن يعني متاح لها أنها تعمل فيها بيكون براتب أكثر. العبرة بالبركة وليس بالكثرة، وقليل يبارك الله تعالى فيه خير من كثير لا بركة فيه، فتستمر على المقاطعة وربنا سبحانه وتعالى يبارك فيها، كما يعني قال تعالى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم الله غفور رحيم. نعم. أي نعم. أخت أمة الله سؤالك الثاني ولو عندك تعليق تفضلي. والنص يعني طبعا ما فيش وزر في المجال بتاعي نفسه ان هو التصنيع نفسه بيبقى بره، بس ما فيش يعني طالما انا مطمنه ان ما فيش نسبه خلاص اكمل، خليني زي ما انا في نفس شركتي في نفس مجالي، صح كده؟ انا فاهمه ان شاء الله. مظبوط ان شاء الله. سؤالك الثاني. السؤال الثاني، انا ما توفقتش بقالي مثلا 3 سنين في ان انا اطلع زكاة مالي، فمش عارفه احسبها دلوقتي اظهر، وعايزه مكان اعرف ان انا ادفع فيه وانا مطمنه، لان انا كنت قبل كده بدفع كان الناس بتحسسني بالذنب بعدها، لان بيقولوا ان الناس ديت مثلا مش بيتمسكنوا وبياخدوا الفلوس ديت بيعملوا بيها حاجات وحشه وبيزوا ناس، فان انا كده نوعا ما مش هكفي حاجه زي كده. طيب فانا مش عارفه مصدر معين ادفع فيه وانا متاخره في المال. طيب اخت امة الله يعني انت حاليا يعني انت حاليا الان عليكي 3 سنوات زكاه. نعم. طيب دكتور يعني السؤال الاخت امة الله عن مساله الزكاه انها الان بقى لها 3 سنوات ما طلعتش الزكاه، فكيف تحسب الزكاة؟ والنقطة الأخرى بماذا تنصحها في مسألة إلى أين تؤتي هذا المال؟ لأنها شكة تدي المال الفلوس لمين؟ فالجهة مثلا في مصر تكون موثوقة يعني. طيب هي الأخت من مصر ولا من أي البقاع؟ من مصر دكتور. نعم. طيب على كل حال تكملة للسؤال الأولاني يعني أؤصله بقوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ده شاهد على أنه ينبغي نحن نقاطع هذه الشركات والجهات اللي بتمول الصهاينة وتمول المحتلين الذين يقتلون إخواننا بدم باذ يسفكون دماءهم ويزهقون أرواحهم المعصوبة، فتستمر على ما يفيه ودعائي لها، والمسلمون المخلصون في الأمة يؤمنون على هذا الدعاء بأن يبارك الله تعالى لها في رزقها وأن يكفيها بحلال عن حرامي وأن يغنيها بفضل عمن سواه. بالنسبة للنقطة الثانية أو سؤالها الثاني عليها زكاة 3 سنوات، واضح المسألة تشوف المبلغ اللي عندها، ودي قاعدة عامة أنا يعني أضع فيها عفوا داتا أو 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 قاعدة عامة، أي مسلم رجل كان أو امرأة عنده مبلغ من المال يريد معرفة مقدار الزكاة فيه يقوم بقسمة هذا المبلغ على 40، أي مبلغ بالغ النصاب يقسمه على 40. ماشي أخي طارق؟ واضح؟ تمام دكتور. أي مبلغ
بلغ النصاب مر عليه الحول الهجري مملوك ملكية تامة يتم قسمته على 40 الناتج يكون هذا ومقدار الزكاة التي أو التي وجبت الله عز وجل. فبالتالي هي المبلغ اللي عندها تشوفه تقسمه على 40 ويبقى دي مرة وتقسمه على 40 مرة تانية وإذا إذا إذا كم بقي كما هو على 40 تاني مرة على 40 ثالث مرة يبقى كده مجموع الثلاث مرات في القسمة دي يبقى ده مقدار الزكاة التي وجب عليه الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للشق الثاني كل هي لا تعرف أحد مستحق من غيره. والله إذا كان في منطقة اللي فيها يعني عفوا مثلا رواد المسجد أقرب مسجد إليها أقرب مسجد إليها إذا كان الإمام في هذا المسجد محل ثقة وأهل فضل في وأهل الفضل في المنطقة اللي هي موجودة وسكنة فيها المواقع الجغرافية تعمد إلى أهل الفضل والصلاح والتقوى وتقول لهم هذه زكاة هذه زكاة مال وتوصيهم بأن هم يعطوها للمستحقين وتكون مسؤوليتهم أمام الله وتبرئ هي ذمتها وتقل مسؤوليتها أمام الله سبحانه وتعالى. نعم. شكرا جزيلا دكتور. الأخت أمة الله من مصر. أخت أمة الله تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أكلم الشيخ؟ تفضلي الشيخ سمعك. عايزة الشيخ يدعي لي علشان أنا حامل جديد وتعبينة زي يدعي لي ويدعي الجوز اللي ربنا يهدي يعني. إن شاء الله بإذن الله. هل عندك أي أسئلة؟ وفي سؤال تاني. زكاة المال. تمام. زكاة المال يعني لما بابا عايزين نطلعها جزء أنا بعرف ناس يقول لي خد الفلوس وأنا اللي بديها يعني مثلا عندي أخوات البنات مش متجوزين ويجوز عليهم يعني حالتهم تعبانة وكده وبديه بس بقولش الجزء اللي أنا اديت مين. تمام. هو عارف اللي أنا طلعت الفلوس بس ما بيسألنيش لمين. تمام. هل ده يبقى عليا وزن؟ خلاص إن شاء الله تسمع يا دكتور. أخت أحمد الله بتسألك تطلب حاجة الدعاء ليها بتيسير الحمل والزوجها إن شاء الله بالهداية. وسؤالها عن مسألة زكاة المال هي بتاخد المال الزكاة من زوجها وهي بتطلعه أحيانا بتخرج لإخواتها البنات المحتاجين هل في مشكلة شرعية في هذا الأمر؟ بالنسبة للنقطة الأولى دعاء لها ولكل يعني بنت من بنات المسلمين حوامل دعاء لهم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ورحمته المنزلة أن يكبرهم الله تعالى وأن يتم حملهم على خير وأن يعني يبارك في هذا الحمل ويعني يتمه عليهم ويخرج الله تعالى من بطونهم يعني ذرية صالحة تكون جندا مخلصا للإسلام والمسلمين وارفع بهم الله تعالى لواء الإسلام وانصر بهم دينه وكتابه وسنة نبيه وأولياء الصالحين. ودعائي كذلك لزوجها ولكل شباب المسلمين اللهم اهدهم اللهم اهدهم بهداك اللهم إن الصالحين أنت أصلحتهم وفقتهم أن عملوا بشريعتك اللهم اهد شباب المسلمين أجمعين اللهم اهد شباب المسلمين أجمعين واهد شابات المسلمين أجمعين اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ورحمتك المنزلة اجعلهم دائما حيث تحب وترضى اللهم إنا نسألك أن تجد المسلمين حيث أمرتهم ونعوذ بك أن تجدهم حيث نهيتهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ورحمتك المنزلة رب العالمين. وهي أختنا كذلك تدعو لزوجها بدعاء عباد الرحمن ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما تدعو بدعاء العبد الصالح ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلحني في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. نعم. آمين يا رب. سؤال بالنسبة للسؤال الثاني زكاة أموال زوجها تعطيها له يعني يجوز أنها تعطيها لأخواتها إذا كانوا مستحقين شرط الجواز الاستحقاق إذا كانوا مستحقين لا بأس لأن الزكاة إذا أعطيت لغير مستحق لا تبرأ ذمة من أخرجها ولا تخلى مسؤوليته شرط الاستحقاق. والنص يقول تعالى في مصارف الزكاة قوله تعالى في الآية 60 من سورة التوبة إنما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوب وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فرطة من الله والله نعم الحكيم. وورد في الحديث الصحيح أن رجلا من السلف يعني أخرج زكاة ماله في الليل يعني حتى لا يعلم به أحد فوقعت زكاته في يد لص في يد سارق وانتشر الخبر وذاع وانتشر صيته فقال يا رب على لص على سارق فعزم على التصدق وإخراج زكاته في الليلة الثانية خرج في الليلة الثانية فوقعت صدقته في يد امرأة خرجت تزني والعياذ بالله
وانتشر الخبر، انتشر الخبر وذاع الصيت، فقال رب على زنية فعزم على التصدق وإخراج الزكاة في الليلة الثالثة، فخرج في الليلة الثالثة فأول من لقيه وضع في يده زكاة ماله، فتبين أن الذي وقعت زكاته في يده كان غنيا ولكنه كان شحيحا وكان بخيلا، عض قلبي ولا تعض رغيفي. وعرف الخبر برغم أن الفعل تم في الليل، لكن أراد الله تعالى له أن ينشر، ومهما تكن في امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. فالرجل بات ليلته الليلة الرابعة وهو كئيب مغتم، يا رب على لص، على زانية، على غني، يعني ليس في حاجة. فأتي في منامي فقيلة لعل صدقتك على اللص تجعله يستعف عن السرقة، ولعل صدقتك على الزانية تعفها فقد خرجت تزني لتأكل، ولعل صدقتك على الغني تجعله يسخو ويجود، وهكذا. فلذلك يعني أخذ العلماء من هذا الحديث أن الزكاة إذا وقعت في يد غير مستحق لا تبرأ ذمة من أخرجها ولا تخلى مسؤوليته. نعم نعم، جزاك الله خيرا دكتور. الأخ الأخت محمد من مصر، محمد الفضلي. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا كنت عايز أسأل يعني في كذا سؤال. هو أول حاجة اللي هي صلاة اللي لما يكون واحد مسافر، أنا مثلا بسافر بروح البلد يعني بيت العيلة، هل لي أن أنا أقصر في الصلاة القصر والجمع العصر والظهر والمغرب ثلاث أيام وأنا في البيت، ولا الكلام ده طريق بس؟ هي المكان بعيد؟ هو يعني أكتر من 85 كيلو. أكتر من 85 كيلو، تمام. أي تاني حاجة، المسحة على الجوارب في وقت البرد ده عادي أمسح على الجوارب على الشراب وأنا في البيت، ولا لازم أكون برا البيت عشان أقدر أمسح؟ تمام طيب خلاص. بعد كده في موضوع الذهب، كان في ميراث يعني والدتي كانت سايبة ذهب لما توفت، ووصت ان هو للبنات كذا وكذا وكذا، بعد كده اعطيه لوارث وانا يعني اللي كان والدي واخويا انا دفعته عن اختين من اخواتي، هم كانوا اخدين اكبر. طب اخت محمد، السؤال الثالث اللي هو الخاص بالميراث اكتبه لنا على الواتساب، واحنا ان شاء الله نبعته للشيخ يجاوبك يعني عبر الواتساب، لان اسئله الميراث بيكون فيها شويه يعني محتاجه دراسه اكتر. طيب. يعني فان شاء الله نجاوبك على السؤالين دول، تابعيني ان شاء الله تسمع الاجابه. دكتور، السؤال الاول لاخت محمد عن مساله. طيب معلش في سؤال تاني. طب لو في ذهب انا شاريه عشان نور. خليكي معانا يا اخت محمد، خليكي معانا ناخد سؤالك الثالث بس. طيب. الجو الشيخ بس يجاوب على السؤال ده. دكتور، السؤال اخت محمد، السؤال الاول لما بتسافر للبلد بيت عيلتها يعني على بعد اكتر من 85 كيلو من المكان اللي هي فيه، هل ليها انها تقصر 3 ايام بلياليها ولا لا؟ إذا سافرت أختنا الكريمة أم محمد إلى أهلها وكانت مسافة السفر يعني 85 كيلو أو 80 كيلو فأكثر ومستصحبة دائما لنية السفر، يبقى لها الحق في كل من القصر والجمع. النص يقول تعالى وإذا ربطتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. إذا سافرت وهي مستصحبة ومستديمة لنية السفر بحيث أنها تشوف أهلها وتشوف أرحمها وتصل أرحمها يعني تصل منهم يعني تصلهم وتقضي حوائجهم وتطمن عليهم وهكذا وتسلم عليهم وتعود مريضهم وتقضي حائج المحتاج منهم وهكذا، مستصحبة مستديمة لنية السفر لا الحق في رخصتي الجمع والقصر. الجمع والقصر، الجمع بين الصلاة التي تجمع كالظهر والعصر تقدما أو تأخيرا، والمغرب والعشاء تقدما أو تأخيرا، والقصر تصلي الرباعية ركعتين، الظهر تصلي ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين. بهذا الضبط بالشكل، بهذا الضبط، مستصحبة مستديمة نية السفر، يعني مجرد ما تقضي الحوائج دي تصل أرحام وتطمن عليهم وتعود مريضا وتقضي حاجة منهم وما تلبث ولا تمكث ولا تنوي الإقامة، يبقى لها الحق في الجمع والقصر. والدليل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. نعم دكتور، سؤالها الثاني عن مسألة المسح على الجورب، هل يجوز داخل المنزل ولا فقط بيبقى وراء المنزل؟ هو العلماء اللي تكلموا في مسألة المسح على الجورب قاسوه على المسح على الخفين. المسح على الخفين ليس شرطا فيه السفر، يعني المسافر له أن يمسح والمقيم له أن يمسح بضوابط. الذي يسافر له الحق في المسح 3 أيام بلياليها، والمقيم له يوم بليلة، وكذا نفس الأمر بالنسبة للجورب على شرط أن يكون الجورب ساتر
محل غسل الفرد من القدمين وأن يلبس على طهارة وأن يمكن تتابع المشي عليه. بهذه الضوابط الثلاثة تمسح مقيمة يوما وليلة وتمسح مسافرة ثلاث أيام بليالها. نعم فليس شرطا السفر بذلك، المقيم يوم بليلة والمسافر ثلاث أيام بليالها. أي نعم. أخت محمد أنت لسه معنا؟ محمد سمعنا؟ أيوة. كان ليكي سؤال. أيوة سمع. الذهب ده لا أنا يعني أنا كنت شارية ذهب على أساس إنه زينة يعني عشان ألبسه. تمام. بس بخاف ألبسه فاضطريت إن أنا يعني أركنه، فهل ده عليه زكاة؟ تمام خلاص تسمع الإجابة إن شاء الله. دكتور. والوديعة كمان لو هي لمدة 3 سنين حطها في البنك 3 سنين. بنك هل إسلامي؟ دي برضو عليها؟ لا البنك العادي. طيب تمام خلاص. خلاص أخت محمد نشكرك شكرا جزيلا. دكتور سؤالها الأخت محمد عن مسألة أنها اشترت ذهب للزينة ولكن بتخاف عليه فركناه في البيت أو مخزناه في البيت، هل عليه زكاة أم لا؟ إذا دخلها لحظة من اللحظات نية أن ممكن هذا الذهب يتم بيعه لاستفادة منه في أي طارئ من طوارئ المنزل كزواج بعض الأولاد أو شراء بيت أو شيء من هذا القبيل، يبقى لابد من إخراج الزكاة عنه لأنه يعتبر مالا مكنوزا، يعتبر مال مكنوز، ولكن طبعا حطه في الذهب بحيث ما يفقدش قوته الشرائية ولا يفقد قيمته الثمنية كما عبر الفقهاء. يبقى باختصار القول اللي اشترى الذهب للزينة حطها في البيت وهي خايفة عليه، طبعا هي لو أن هي خلته فلوس فقط ولم تشتري به ذهب هتقل قيمته الشرائية. الفلوس النهاردة بتقل قيمتها الشرائية. شوف الدولار النهاردة بكام، إذا كانت الأخ من مصر الدولار بكام اليوم، وصل لكام، لكن لما تحط في الذهب بتحافظ على قيمة هذا المال، فبالتالي لما تضعه في هذه الصورة يعتبر مال مكنوز. وإذا ده جانب، الجانب الآخر إذا نوت الناس في لحظة من اللحظات ممكن تبيع هذا الذهب وتستفيد منه في أي ظرف طارئ، زواج بنت من البنات، زواج ولد من الأولاد، بناء بيت، بناء شقة، شيء من هذا القبيل، يبقى لابد من إخراج الزكاة فيه إبراء للذمة وإخلاء للمسؤولية. نعم. أي نعم. هي لها سؤال آخر دكتور عن مسألة وديعة في بنك غير إسلامي، هل عليها زكاة أم لا؟ بس احنا معنا أيضا أخ متصل تاني والوقت بيداهمنا يعني. طيب بالنسبة للوديعة، وانا نصيحتنا لأختنا الكريمة أو ابنتنا حسب مرحلتها العمرية أنها تسحب هذه الوديعة من البنك التجاري أو البنك الربوي العادي، لأن القاعدة الشرعية أن كل ما أدى إلى حرام فهو حرام، والحديث الصحيح لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشائده وقالهم في الوزر سواء. يبقى لابد من اليوم تسعى أنها تسحب الوديعة دي من البنك الربوي وتحطها في بنك إسلامي. هذا واحد. الجانب الثاني، هل على هذه الوديعة زكاة؟ طبعا إذا كانت بالغة النصاب حد ذاتها تجب عليها الزكاة قولا واحدا. لم تبلغ النصاب يبقى تضمها إلى باقي ممتلكتها وتحصر كما يقول إخواننا التجاريون، تقوم بعمل جرد سنوي في موعد ثابت دوري سنوي، تحصر كل ما عندها، تجر كل ما عندها من خير ربنا وتقسمه على 40، يبقى مقدار الزكاة على الودائع وعلى المال اللي رايح وجاي وعلى الذهب المدخر وكذا. نعم. أي نعم جزاك الله خير دكتور. الأخ عبده من الشرقية، تفضل أستاذ عبده. أستاذ عبده سمعنا؟ طيب يبدو فقدنا الاتصال بيه دكتور، مش مشكلة، احنا يعني وصلنا دكتور لنهاية الحلقة، لو هناك دعاء في الختام إن شاء الله يعني. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ورحمتك المنزلة بوجهك الكريم بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك، اجمعني وإدارة القناة المشاهدين الكرام لهذه القناة المباركة والمسلمين جميعا في علم الله في ملك الله في دوام الله الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ورحمتك المنزلة، باسمك الأعظم في علمك الذي إذا دعيت به أجبته وإذا سألت به أعطيته، اجمعنا في سوق الجمعة في الجنة. اجمعنا اللهم في سوق الجمعة في الجنة. اللهم اجمعنا في سوق الجمعة في الجنة كما ثبت بذلك الحديث الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام، في كل جمعة سوق يقام في الجنة يرتاد أهل الجنة فيعودون أكثر بهاء وأكثر ندرة وحسنا وجمالا، بأسمائك الحسنى اجمعنا في سوق الجنة في سوق الجمعة في الجنة بغير سابقة عذاب ولا سالفة حساب ولا عتاب، باسمك الأعظم في علمك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أسألك اللهم أن تنصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا المرابطين
مرابطين في الأقصى رب العالمين، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم مكنهم ولا تمكن منهم، اللهم ادفع عنهم ولا ترفعهم، اللهم خزن عنهم ولا تخزلهم، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم وأقل عثراتهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ورحمتك المنزلة. أرسل من عندك يدا حاصدة على الصهاينة والمحتلين ومن يواليهم، أرسل عليهم من عندك يدا حاصدة لا تبق منهم ولدا والدا، هم ومن يؤيدونهم سرا وعلانية رب العالمين، إنك سميع قريب مجيب العطف الرحمن. اللهم إني أدعوك لإخواننا في فلسطين، اللهم استر وللمجنة في كل مكان وفي كل زمان، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم وأقل عثراتهم وخف لوعاتهم، اللهم اجعل أيدينا بالخير مبسوطة واجعل الرغبات بنا منوطة، اللهم أسبل علينا سترك الجميل وامنحنا رضاك الذي وغاية التأميل واكفنا سخطك الذي هو نهاية التنكيل بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ورحمتك منزلة. اجعلنا لمن تحبهم يحبونك أئمة، اللهم اجعلنا لمن تحبهم يحبونك أئمة، اللهم اجعلنا لمن تحبهم يحبونك أئمة، كما علمتنا في دعاء عباد الرحمن، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ورحمتك منزلة. لا تقبض أرواحنا إلا وأنت راض عنا غير غضبان غير مبدلين ولا خزايا ولا نادمين ولا فاتنة ولا مفتونين، بل مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اغفر لموتى المسلمين أجمعين في علمك، اللهم انقلهم من ضيق اللحود والقبور إلى سعة الدور والقصور في سدر مخضوض وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة فرش مرفوعة. اللهم ارحمنا إذا مصرنا إلى ما صار لي غير مبدلين ولا خزايا ولا نادمين ولا فاتنة ولا مفتونين، بل مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومصلحة من آبائهم وأزواجهم وذريتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقيم السيئات ومن تق السيئات ومن فقد رحمته وذلك الفوز العظيم. اللهم أمين اللهم أمين. هذا وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آمين آمين. جزاك الله خيرا شيخنا الحبيب. في نهاية حلقة اليوم نشكر فضيلة الشيخ الدكتور جعفر الطلحاوي عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والشكر طبعا موصول لحضراتكم، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.